مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من برنامج هنا بيروت. استضيف في الاستوديو النائب ابراهيم نيمني عضو تكتل نواب قوى التغيير. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. هذا شكرا. بنبلش برياضيا وكرويا باعتبار المزاج العام اكثر شيء مهتم بهالمساله. اول شيء انت حضرتك مين بتشجع وكيف شفت اليوم مباراه الارجنتين والسعوديه التي فازت فيها السعوديه 2-1 على الارجنتين؟ انا بعتقد اليوم مباراه اليوم كانت يعني مباراه تاريخيه يعني للمنتخب السعودي الشقيق. يعني بعتقد كلنا فخر اليوم بأي منتخب عربي بيقدر يحقق هيك نوع من إنجاز، وإن شاء الله نتمنى لهم أنه يعني دوام الإنجاز بهالمحل، خصوصا أنه أنا ما قدرت أتابعه بشكل دقيق للمباراة، بس يبدو كان الأداء على مستوى عالمي حسب ما سمعت. أنا ماني خبير كروي، بس على الأقل اللي شفته كانت في مفاجأة، وطبعا يعني أي فوز لأي فريق عربي هو منعا سرور وفرح ولو كنت مشجع أرجنتيني. في إمكانية للفصل بين السياسة والرياضة؟ خلينا بس هيك نحكي شوي عن الموضوع قبل ما ننتقل للمواضيع الأهم. بعتقد يعني إيه طبعا، يعني بدي خلينا نقول الرياضة مساحة يعني لهيك التفاعل، كمان جزء من التفاعل الثقافي الإنساني اللي ممكن يكون في نوع من تلاقي خارج إذا بدك أطر السياسي ومصالح الدول على المستوى العالي وهيك. وهي المناسبة يعني بعتقد مناسبة ممتازة. أكيد بضل في يدخل بعض المواقف السياسية الأساسية إذا كنت عم تحكي مع بلد عدو أو غيره، ولكن خارج هذا الإطار بعتقد هي مساحة جميلة هيك للتلاقي من كافة أصقاع الكرة الأرضية. حتى أمرا بتحس لما يصير في مباريات رياضية أو حدث رياضي حتى عند اللي عندهم ممكن مواقف ضد المملكة العربية السعودية أو ضد سوريا أو ضد يعني أي من البلدان العربية اللي هي جزء من المشهد السياسي، تسقط دائما كل الاعتبارات وبيصير في النظر للفريق الرياضي على أنه هذا ممثل لشعب ولا ممثل. صحيح. مجتمع. هذا اللي كان جاي يقوله، أنه فعلا نحن عم نحكي هلأ شعب لشعب، وهي طبعا بالدرجة الأولى كرة القدم يعني الرياضة الشعبية الأولى بالعالم، فما في الواحد إلا ما يتفاعل معه من منطلق شعبي ويحس بالروابط الإنسانية والثقافية اللي بتربطنا مع الدول العربية تحديدا. ما جاوبني على السؤال، مع مين بتشجع بالمونديال؟ تاريخيا أنا بتخسر أصوات هيدي ممكن تخسر. أنا عادة بشجع كنت ألمانيا يعني. ألمانيا؟ هلا بينبسط زميلنا رياض قبيسي. طيب بعيدا عن الساحرة المستديرة ويعني دخولنا إلى سحرة السياسة مؤخرا، ولو المزاج الشعبي واللبنانيين وحتى المودعين مش مشغولين هلا بهذا الحدث نظرا للمونديال، بس في شيء اقل ما يمكن ان يقال عنه خطير ربما او عم بيتم تمريره على بشكل بطيء ومستمر فيما يتعلق بقانون كابيتال كنترول اللي شهد جولات وصولات وتعديلات ومعارك سياسيه. يبدو نحن اليوم وصلنا الى المرحله الاخيره في امكانيه تمريره خلال هيدا الظرف. امبارح كان في اجتماع للجان المشتركة وأقرت أو تم الموافقة على عدد من البنود وبقيت بعض البنود معلقة. هل تعتبر أنه سيتم انتهاز هذه الفرصة بعالم مشغولة بكرة القدم وبالمونديال لتمرير هذا القانون اللي عندك أنت ملاحظات عديدة عليه ولم تتهاون يوما في انتقاده؟ شوف هذا الموضوع الكابيتال كنترول، خلينا بس نوضح للمشاهدين أنه هو جزء من سلم إصلاحات طالب فيها صندوق النقد بالتفاهم الأول اللي صار مع الحكومة حتى نقدر نعمل برنامج أو نستفيد من برنامج صندوق النقد. هذه السلة متكاملة هي هدفها الإصلاح المالي، واللي برأينا ممكن يكون نقطة تحول حقيقية بالاقتصاد وبالسياسة حتى في لبنان. هلأ طريقة تعامل المنظومة مع هذه الإصلاحات كانت على قاعدة أنه بدكم مثلا قانون السرية، قانون سرية مصرفية بنعملكم قانون سرية، ولكن بس تيك ذا بوكس يعني بنعطيكم واحدة من هون بس مضمونه. هونيك بيبلش بقى الشغل. والكابيتال كنترول بهذا المحل كمان إجا يعني عليه كتير ملاحظات، ومن قبل رفضنا نتعامل معه أو نبحث فيه بالأحرى، لأنه كنا منتظرين أنه يكون هذا الكابيتال كنترول هو جزء من عملية إعادة هيكلة المصارف. نحن الكابيتال كنترول كان مطلوب بال 2019 أول ما بلشت الأزمة، لأنه هي مفروض كانت تنظم السحوبات أو التحويلات إلى الخارج. ونحن شفنا أنه كمان المنظومة رفضت هذا الموضوع وصار في استنسابية كتير كبيرة
خصوصا المتنفذين قدروا يحولوا مصاري وسياسيين وغيره مثل ما بنعرف جميعا، واللي أكلها بالأخير هو المواطن العادي. هلا الكابيتال كنترول بعد 3 سنين من الأزمة مفروض تكون صيغته مختلفة، أوكي؟ كأن برأينا الهدف منه هو تنظيم السحوبات بإطار إعادة هيكلة المصارف، لأنه بهاي الفترة إعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر بيتطلب أن يكون في تنظيم للسحوبات حتى ما يصير في إرباك بالسوق المالي. فاليوم بصيغته الحالية مش واضح بعد إذا بدك كيف حيشتغل هذا بالتناغم أو بالتوازي مع إعادة هيكلة المصارف، خصوصا أنه بعد ما وصلنا مشروع القانون من الحكومة بهذا المجال. بالصيغة اللي متوافرة واللي نحن اطلعنا عليها، حتى ممكن أنت أن تطلق تسمية كابيتال كنترول على الصيغة المقترحة، بمعنى بحسب اطلاعي على القانون عمليا ما في تنظيم لرأس المال، هي عملية تنظيم سحوبات. صحيح. وكل ما يتعلق بما يهدف إليه هذا القانون بالبلدان الطبيعية أو بالاقتصادات المتعثرة غائب كليا، يعني انطلاقا من أنه أنت هذا القانون بتقره كرمال تحافظ على العملة الصعبة اللي موجودة أو ممكن أن تتوافر واستخدامها بالشكل الأفضل لإعادة انطلاق الاقتصاد أو على العجلة الاقتصادية. النص اللي موجود قدامنا ما عرف إذا بتوافقني برأيي هو عملية تنظيم حسابات وما له علاقة حتى بروحية الكابيتال كنترول اللي يقر عادة بالبلدان المتعثرة. خلينا نفوت بالتفاصيل هون شوي. يعني مظبوط إنه القانون مثل ما هو عليه، يعني مثل ما قلت لك مش واضح الهدف الحقيقي منه. هني عم بيقولوا إنه الهدف الحقيقي هو إذا بدك يكون في مساواة بين الناس، مين بيقدر يحول مين ما بيقدر يحول، خصوصا انه عم بيكون في دعاوى من الخارج عم تجبر المصاري تدفع للمودعين وتحديدا مودعين كبار منهم. وعم بيقولوا انه الناس اللي انه الانسان العادي او المواطن العادي اللبناني ما بيقدر يعمل دعوى من برا، ففي هون عدم مساواة. طبعا هي عدم مساواة قائمة من زمان، مش بس من هلا، مش بس بهاي. بس نحن نظرتنا للكابيتال كنترول وتنظيم السحوبات اليوم مثل ما قلت قبل شوي هي لازم تكون مختلفة عن منطق 2019 اللي هو كان بالدرجة الأولى هدفه تنظيم السحوبات حتى ما يطلع رأس المال أو العملة الصعبة لبرا ويصير نحن لأنه بده يهرب. يعني هو عادة لما بصير في أزمة رأس المال بده يهرب لمحلات أو لمساحات آمنة، فبينعمل الكابيتال كنترول حتى يحفظه بشكل مؤقت، لأنه نحن دستورنا طبعا هو اقتصاد حر ما بيقدر، يعني فهي بشكل مؤقت وكتير محدد بينعمل هذه بيحط هذه المحددات. فاليوم هذا القانون مثل ما هو في له إذا بدك صار عدة جوانب بتحس، يعني مش وجهة واحدة منها أنه مثلا التمييز بين الأموال القديمة أو الأموال الفريش. هون هذه عليها علامة استفهام كتير كبيرة، أنه ليش أنت بدك تميز بين هول اثنين إذا أنت فعلا حتكون عم بتأمن إذا بدك مساواة، هذه واحد. واثنين إذا أنت عم بتحاول تنظم السحوبات لفترة كتير قصيرة، يعني إذا أنت عم تعمل فترة محددة قصيرة ليش بدك تميز؟ أوكي نحن بدنا نساعد أنه يكون في دولار بالبلد حتى نقدر نخلق نمشي العجلة الاقتصادية والتجارة والصناعة ويقدروا يستوردوا مواد أولية وإلى ما هنالك. بس التمييز هيدا برأينا في هون هاجس انه شو حيصير بهذه الاموال اللي هي اني حاطين قبل تشرين 2019، كمان ما بنعرف ليش تحديدا هيدا التاريخ، يعني فليه عم يصير في هيدا التمييز. والخوف انه تتحول اذا بدك الحسابات القديمة الدولار القديمة الى حسابات يتم اذا بدك نوع من احتوائها وربطها بأنه هاي مسؤولية الدولة بعدين لتتعامل مع هذه إذا بدك الودائع. هي اليوم المسألة أنه إحنا بدنا نشوفها بكليتها كنظام مالي، الحسابات تكون واحدة، السحوبات تكون مأمنة لكل اللي بده يعني يكون جزء من تنمية الاقتصاد، ولكن التمييز هون في بين فريش وقديم كمان مثل ما قالت في عليه علامة استفهام. تعتبر بهالجزئية الفصل بين القديم والجديد هو بشكل أو بآخر بيشبه
يعني ما تم تطبيقه بعد الحرب الأهلية من يعني عفى الله عما مضى مالي مقارنة بعفى الله عما مضى دموي وله بكل صحيح. الجرائم والمجازر اللي ارتكبت. كنا نستعملها هيدا إذا بدك هذا المقولة إنه مثل عفو عام مالي أول ما كنا عم نحكي بالكابيتال كنترول. صحيح هيدا إذا بدك الهاجس الأساسي. ونحن بالنقاشات مبارح باللجان المشتركة وقبل منا وصلنا لحد تعريف الحسابات الجديدة يعني الفريش دولار. فهيدا النقاش هلأ حنفوت فيه لنشوف فعلا شو الهدف منه هو التمييز, علما أنه نحن عنا يعني وجهة واضحة أنه نواجه هذا الموضوع أنه يتعمم الكابيتال كنترول على كل الحسابات ومن ضمن طبعا إطار يسمح بالسحوبات اللي هي إلى هدف إن كان تنمية اقتصادية أو دعم عائلي أو إلى ما هنالك. مش بضرورة الدخول بالتسميات بس إنه هذا واقع بنعرفه, إنه يعني الانقسام البرلماني أو النيابي كمان مرتبط بحجم التأثير اللي بتمتلكه المصارف واللوبيات المالية, وهذا شيء واضح جدا حتى يعني في بعض الأسماء يعني تلقائيا بتربطهم بها. بالنقاشات اللي عم بتصير باللجان المشتركة هل فينا نقول إنه السطوة الكبرى أو على الأقل ريمونتادا انعملت من قبل هذه اللوبيات لتمرير ما يريدون تمريره في هذا القانون بما يتناسب مع مصالحهم, أو لحديت هلأ عم بيصير في صدام حقيقي بين مختلف مكونات الكتل النيابية؟ لكون صريح, في يعني ايه مواقف متنوعة عند الكتل حتى من ضمن الكتل مرات. اوكي من ضمن الكتل, بس مثل ما انت قلت ادم انه في مصالح طبعا لبعض النافذين واللي هن القريبين من لوبي المصارف بتشوف بالمداخلات. يعني المهم انه يعني يصير الجهد والعمل على فكت هاي الألغام اللي عم تحاول تنزرع من ضمن القانون اللي برأينا بعدين ممكن تكون مدمرة للمودعين وللشعب وللاقتصاد ولكل المصلحة. يعني ما ننسى نحن أنه اليوم من وقت خطة لازار لو كانوا أقلوا الخطة أو الكابيتال كنترول بوقتها كنا قدرنا نحن أمننا لحدود 500,000 دولار من للفرد من الودائع. اليوم نحن نزلنا ل100,000. هذا السياق اللي هو إذا بدك تم إسقاط فيه هذيك الخطة واللي رجعنا تقريبا استرجعناها مع شبه هي نفسها يعني نفس المبادئ عم نشتغل اليوم عليها مع صندوق النقد, كان ممكن نوفر على نفسنا ونوفر على المودعين خسائر كتير كبيرة, ولكن بسبب نفوذ وسطوة المصارف داخل المجلس النيابي تم ترحيل هذه الخطة وإفشالها بوقتها. واليوم نحن كنا عم نساهم بهاي الفترة من غير ما نشعر كلبنانيين بتطفاية الخسائر تبع المصارف. في خوف حقيقة من انه كيف ممكن يكون مسار الاقرار هذا القانون, ولكن نحن نسعى يعني بكل جهد بداخل المجلس واللجان المشتركة انه نكون عم نضوي على هاي الثغرات ونناقش فيها وحدة وحدة ونحاول نجيب لها اذا بدك نوع من لوبينج من النواب اللي بنحسهم متعاونين او على الاقل على نفس. بما انك اتيت على ذكر خطة لازار, بهذيك الفترة لم تجرى انتخابات, ما كان في انتخابات نيابية وحضرتك ما كنت نايب بالبرلمان, ولكن كنت انت جزء وسط الحراك الذي يجري ربطا بانتفاضة 17 تشرين, وفينا نقول أنه حكومة حسان دياب أو حكومة التي أقرت هذه الخطة بالتعاون مع لازار كانت مرتبطة بظرف سياسي بقي النظر لها على أنه هي وديعة لانسحاب السلطة بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري, وبالتالي تم النظر لها أنه هذه حكومة واجهة لتقطيع مرحلة معينة. تعتبر بعد ما مرق سنتين على هذه التجربة فينا نقول أنه ربما جريمة ارتكبت بكيفية التعامل مع الخطة التي أقرتها هذه الحكومة؟ خلينا نحن نفصل شغلتين. يعني الخطة نحن من قيمها بشكل موضوعي بالنسبة للمصلحة العامة كيف كانت بتساعد أو ما بتساعد, أما بعيدا عن الموقف الحكومة ربما بالضبط يعني أوكي نحن بنعرف أنه هذه الحكومة بإجمالها يعني أو بمجملها مش ما فينا نقول كل هذا, ولكن السياق السياسي اللي اجت فيه بوقتها والمحاصصة اللي صارت من ضمنها ومعروف يعني الخلفيات تبع بعض الشخصيات كيف صارت, ولكن نشيل هذا الموضوع على جنب. خطة لازار بوقتها تم إفشالها بضغط من لوبي المصارف, بس ما تقدم أي بديل.
يعني إسقاط هذه الخطة بوقتها اللي كان ممكن تكون مدخل للإصلاح وفرت علينا ما بعرف بين صراحة مش مستذكر هلا الرقم، يمكن بين 20 و30 مليار دولار بعتقد انصرفوا اللي استنزفوا فيما بعد من خلال الدعم والى ما هنالك، كان هو من اموالنا يعني كنا قدرنا وفرنا بهالسنتين، يعني صرفنا نحن بهالسنتين يمكن اكثر ما صرفنا قبل، فنحن كنا قادرين نوفر هذا لو كنا فعلا مشينا بخطه لازار وقدرنا نحن نوضع حد لاستنزاف، ولكن كان في خطة بديلة واللي بعدها لليوم ماشي هي سياسة المراوحة اللي من خلالها الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني بمجمله هو اللي عم يدفع تبعات الفشل القطاع المالي وانهيار القطاع المالي من خلال سعر الدولار، من خلال تحمل الطبقات الفقيرة والوسطى الخسائر، من خلال يعني فقداننا لصناديق الضمان وتعويضاتنا وإلى ما هنالك، يعني انهيار شبه كامل للدولة، هيدا عم يدفع اللبناني بشكل غير مباشر تطفية خسائر لهي، لأنه نحن بعدنا عم نهرب اليوم من توزيع الخسائر اللي ممكن يكون لحظة إعادة إطلاق للاقتصاد الوطني تبعنا. فكل ما نحن عم نأخر كل ما الشعب اللبناني هو عم بيدفع هاي الخسائر وعم بيصغر الفجوة تبع المصاري. طب اليوم النقاش بالصيغة لقانون الكابيتال كنترول كمان في المادة التي لم تقر بعض وهي المادة الثالثة واللي لها علاقة باللجنة التي يجب أن تنشأ لمراقبة حسن تطبيق ما بعرف الصيغة القانونية المستخدمة بالمادة الثالثة، بس أنه بمعنى اللجنة المشرفة على تطبيق هذه القوانين المادة والسحوبات والسحوبات وتحويلات. أول شيء شو يعني تقييمك لدور هذه اللجنة، وكأنه أنت عم ترجع تحط لجنة وصية، آخر شيء أحد أعضائها هو حاكم المصرف المركزي ووزير المالية بالإضافة إلى استشاريين أو قضاة واقتصاديين يعينون من قبل الحكومة. هيدي المادة مش كمان يعني إنشاء جهة رقابية يفترض يكون في إلى يعني في عنا أجهزة رقابية بالبلد، في عنا لجان رقابية بالبلد، بس أنت عم ترجع تنشئها كرمال ترجع تحط السلطة بما بيد من هو يمتلك السلطة أساسا حاليا والذي يدير الاقتصاد والمال. أي طبعا، يعني هيدي يعني موضوع اللجنة هاي تحديدا هو موضوع بالنسبة لنا أشكالي، خصوصا أنه مش واضح بعد المعايير اللي على أساسها هي حتحول. نحن بيهمنا يكون في جسم مستقل عم يقدر يدير عملية التحويلات بشكل محايد وبناء على معايير موضوعية، مش تتحول إذا بدك للجنة من هو اللجنة اللي فيها اللجان اللي فيها سياسيين أو نافذين واللي بالنهاية هن عم يخطبوا مصالحهم أو مصالح الفريق تبعهم بشكل أو بآخر. فإذا حالة انعدام الثقة بهاي المواقع ومن يعني اليوم هو قاعد أو مستلمها هو اللي عم تخلق هذه المشكلة. فإذا يمكن الاستعادة عنا بهيئة مستقلة تكون عندها معايير واضحة للتحويلات من الأول من ضمن القانون هو أفضل، لأنه نحن ما بنوثق اليوم صراحة بحاكم مصرف لبنان يكون جزء من هذه اللجنة. فهي المشكلة مش بالهيئة المستقلة، المشكلة بكيفية ترتيب أو كيفية من يتشكل منها هذه الهيئة ربطا بالأشخاص اللي نحن اختبرناهم بالفترة. تماما بالضبط، وهون يعني بصير الواحد بدك ترجع تشوف قدي معيار الشفافية اللي حيكون فيه، وأهم شيء هو الفترة الزمنية. اليوم المشكلة أنه نحن هذا الكابيتال كنترول من عطاله سنة ويمدد كمان، ممكن يمدد لنفسه مجلس نيابي أو يمدد لهذا القانون سنة. طب ليه أنت بدك تعمل كابيتال كنترول على كل هاي الفترة؟ بالعكس أنت حدده وحط حد لهذا الموضوع، ما نحن كلنا عم نعاني من عملية الاستنسابية وبدنا نطلق الاقتصاد، فالمفروض يخلص الكابيتال كنترول مع إعادة إطلاق أو إتمام إعادة هيكلة المصارف، خلاص بتكون مفروض توزعت الخسائر وعرفنا كيف ويبلش الاقتصاد يرجع ينتقل لمرحلة جديدة. فإذا ليه نحن اليوم عم نعطي هيدا الهامش الواسع، ومين اللي حيستفيد منه؟ إنه منعرف نحن اليوم الإفادة الأساسية ما عم بتكون للناس، يعني الإفادة الأساسية عم تكون من كل اللي عم يتركب هو لمصلحة هذه المنظومة. فإذا نحن برأيي معيار الوقت كثير أساسي حتى نقدر نحن نضبط موضوع، ما بدنا نحن كابيتال كنترول زيادة، ما بعتقد في داعي لهالمدة الطويلة. إذا نحن بنقدر نعمل
يعني مثل ما قلت إعادة هيكلة بشكل سريع بنقدر نطلق الاقتصاد وساعتها بنستغني عن الكابيتال كنترول ونرجع لصيغة الاقتصاد المفتوح. بس ما بتعتقد أنت يعني بعيدا عن كل الانتقادات التي توجه للمصرف المركزي وحاكم المصرف المركزي، بس في حدا بالفترة الأخيرة يعني إذا كان هناك جهة يجب أن تراقب هذه المؤسسة المستقلة ومن يترأسها، في حدا بالفترة الأخيرة شال إيده كليا وحتى البعض بيعتبر أنه شال إيد كليا بالمساهمة ب يعني تقديم معالجات لأنه ما بيعرفوا يعني أساسا ما هو المالية العامة أو الاقتصاد البلد. اكتشفنا كمان مؤخرا أنه كان في حدا وحيدة بيتولى كيفية إدارته لدرجة أنه بعض النواب وبعض السياسيين وبعض رجال الدولة يعني تفاجأوا كيف كانت راكبة أساسا الخبرية، تفاجأوا بالألف وخمسة أنه لا هذه مش عملة حقيقية موجودة عندنا بالبلد مفبركة. فبالتالي في جهة يجب أن تتولى كيفية الإدارة، فتم الاتفاق على تسليمها لطرف بيعرف أساسا يشتغل بهيدي المصلحة عند غياب السلطة التشريعية أو كل من يفترض أن يقوم بدوره، مش حكما تعطى الصلاحية أو تعطى الإدارة لمن هو يتولى الإدارة أصلا. إيه طبعا، يعني ما هيدي إذا بدك استكمال لحصرية إدارة الملف المهلي والنقد مع بيد رياض سلامة تحديدا، إنه سياسة هي بتجي نتيجة كمان انعدام الشفافية بسياسات المصرف ومصرف المركزي. تعرف انه مرق فترة هو كمان ما كان حتى ينشر ميزانياته، يعني ففي 2002 تحديدا ارقام ما في مش موجودة، يعني حتى اذا واحد بده يناقش او يتابع الملف ادارة المصرف وادارة المصرف المركزي ما في معلومات كانت كافية حتى تقدر تعمل هذا النقاش، بس حتى السياسيين مش مطلعين على هذا الموضوع. فإذا هذه سياسة التعتيم كمان أوكي ما كانت بتساعد أنه أي جهة من برا تقدر تتابع وتناقش وتلاحق هذا الموضوع. فإذا إيه طبيعي لما تكون أنت محتكر هاي المعلومات ومسكر على حالك أنه يضل أنت عندك السلطة في إدارة هذا الملف حكما. مين حيجي اليوم ما بيعرف بهذا الملف بيجي بده يستلمه وما عنده معلومات، ما حدا مهيأ. ما مش معناتها انه نحن ما عندنا كفاءات، ولكن اذا انت ما عندك المعلومات ومفكر ومخطط كيف بدك تتعامل مع هذا الملف يبقى اذا بدك حصريه اداره هذا الملف بمن يمتلك المعلومات. ولو بدنا نقفز بالزمن شوي لبعد السنه واللي هو موعد انتهاء ولايه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بتموز 2023، هل بتعتبر في خطر حقيقي لما سيتم اكتشافه في هذا المكان اللي هو مثل ما انت عم تذكر على المدى 30 سنه الماضيين هو كان باداره شخص وبإدارة يعني مجلس مركزي، حتى المجلس المركزي أعضاؤه كان في عندهم محدودية معينة بالاطلاع على كافة كيفية تدار كيفية إدارة هذه المؤسسة؟ في خطر حقيقي مرتبط بال 2023 ربطا بهذه المؤسسة اللي هي إذا شيء بعد قائم عليها البلد بما تمتلكه من احتياطات وبما تمتلكه من قدرة على التدخل بالاقتصاد والنقد؟ يعني مفروض نحن كنا ناخد شيء تقرير من التدقيق الجنائي حتى نعرف شوي شو وضع المصرف المركزي اللي بعد يعني ما وصل إذا بدك تقريره النهائي لخواتيمه. شو ممكن نكتشف بعد سنة ولو سؤال بالغيب بس يعني ما بعرف شي جاي الواحد يتنبأ. ايه ما بعرف صراحة إذا ممكن الواحد يتنبأ، ولكن إذا بدك بسياق التاريخي كيف شفنا نحن إدارة ملف النقد وملف مصرف لبنان يمكن ما بيبشر بالخير. ما بعرف إذا بعد حيكون في مفاجآت بهذا المحل أكثر من اللي شفناها بخلال السنتين ثلاثة اللي قطعوا، بس واضح إنه إنه نحن حنكون بمرحلة إعادة بناء للسياسة النقدية كلها سوا من بعد الجريمة اللي صارت بحق اللبنانيين وحق ودائعهم وحق اقتصادهم. ما قادر أقول آدم اليوم شو ممكن الواحد يشوف. بهمنا بالمرحلة الجاي أكيد نستعمل هذه اللحظة حتى نكشف كل شيء للبنانيين ويكون في مساءلة ومحاسبة بهذا الموضوع، واللي أخطأ واللي كان عم بيدير هذا الملف يتحمل مسؤوليته أمام القضاء، لأنه هذا الشيء اللي صار نحن معنا منه كارثة طبيعية ومنه قضاء وقدر. في ناس أخذت قرارات، في ناس سطت على أموال اللبنانيين عن سابق إصرار وترصد، وهول الناس لازم يتحاسبوا. وإن شاء الله نحن يعني إذا انكشف هذا الموضوع وصار فيه
شفافية أكيد حيكون عنا قدرة نتابع ونسائل بهذا المحل أكتر بكير. طيب أتيت على ذكر التدقيق الجنائي، وأيضا ببداية الحلقة كنا عم نحكي عن الشروط التي طلبها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالإصلاحات أو الشروط التي يجب تطبيقها من أجل الحصول على برنامج. من ضمن هذه الشروط قانون السرية المصرفية اللي تم إقراره أول مرة ثم رد من قبل رئيس الجمهورية ثم أقر بصيغته النهائية. مؤخرا صار في تقديم لطعن بالمجلس الدستوري ربطا بالصيغة التي أقر بها هذا القانون، ونحكى عن عملية تزوير ما عم بيتم التسليط ضوء عليها بما فيه الكفاية. في عدم تطابق بين هل في تزوير حصل بالصيغة؟ فينا نقول كلمة تزوير بالنص؟ خلي المجلس الدستوري هو، لأنه اليوم نحن في عنا أقرينا بعض النقاط بصيغ معينة بالهيئة العامة كان مطلوب تنعكس بالنسخة النهائية للقانون، نحن ما وجدناها. نخلي يتم تحقق من هذا الموضوع من خلال الرجوع للمحاضر والنقاشات اللي صارت بالهيئة العامة. فينا نحكي أي صيغات بالضبط تم؟ والله مش حاضرني هلأ بالضبط المواد التعبير تماما بس بتذكر في شيء. لا مش حاضرتني، خلي يكون دقيق لما بذكرهم. ففي صيغ، بعض الصيغ اللي نحن كنا متابعين أنه تكون موجودة، ولكن طبعا لم تنعكس. بس على الأقل في قناعة أن هناك من تعمد تغيير النص من بعد ما تم الاتفاق عليه بالهيئة العامة والتصويت، صار في عملية تزوير لي في كتير، هو لأنه صار تقديم اقتراحات على صيغ معينة بالهيئة العامة. نحن شفنا أنه الصيغة اللي اتفق عليها بالأخير ما انعكست. هلأ مشان ما نفوت بالنيات خلينا نحن بهمنا على الاقل اللي تم اقراره بالهيئه العامه يكون عم ينعكس بالصيغه النهائيه للقانون مثل ما. وهل يمكن هذا الشيء تثبيته بالمقارنه مع المحاضر ولا إيه؟ حتى يعني المفروض ايه طبعا، يعني في محاضر ومسجل وكل يعني كلها مسجله على بالمجلس مفروض. طيب قبل يعني كمان نقطة بقانون السرية المصرفية، تعديل السرية المصرفية، جرى معركة أو حصلت معركة فيما يتعلق بإعطاء صلاحيات للنيابات العامة بالاستقصاء وب يعني إعطاء القدرة والصلاحية بطلب رفع السرية المصرفية، حتى يعني الرد اللي عمله رئيس الجمهورية قبل انتهاء الولاية صحيح. كان مرتبط بالبند الأول منه بإعطاء هذه الصلاحية. ليش برأيك صار في يعني تعمد بإلغاء هذه المادة وعدم إعطاء هذه الصلاحية؟ هذه المادة السابعة اللي هي كانت بتحدد مين عنده صلاحية يرفع السرية المصرفية، مين الجهات اللي عندها صلاحية ومين وإمتى. وكان في كتير نقاش كتير كبير على موضوع القضاء، وأنه هل القضاء العادي بحق له اليوم يرفع السرية المصرفية حتى لو ما عنده إذا بدك قضية مفتوحة. يعني اليوم أنت بس هي الفكرة أنه أنت لتقدر للقاضي يقدر قاضي التحقيق يكون ملف بده يرفع السرية المصرفية ليشوف المعلومات، جزء من الاستقصاء بالضبط تماما. هيدا النقاش اللي كان عم بيصير. طبعا الرد كان أنه نحن ما عندنا ثقة بالقضاء وممكن يستعمل استنسابية ما تدخل فيه السياسة، ولكن نحن ردنا أنه بدل ما تروح تعالج موضوع استقلالية القضاء ما بتهرب منه وبتروح بتسكر على موضوع السرية المصرفية اللي برأينا هو مدخل أساسي اليوم للمحاسبة. ومش بس يعني في كتير له أبعاد موضوع السرية المصرفية، واحدة منه المحاسبة، لأنه الجهات اللي حتقدر ترفع السرية المصرفية هي هيئة مكافحة الفساد، تبييض الأموال، الجرائم المالية، التهرب الضريبي، هذه ما كانت صايرة قبل عنا بالبلد. فهيدا جزء بموضوع المحاسبة، وممكن يكون يعني برأيي يعني نقطة تحول بالسياسي حتى بلبنان، لأنه بنعرف نحن أحد الركائز الأساسية للمنظومة السياسية هي قواعدها المالية اللي بتقدر تستفيد منها. بس من جهة تانية كمان هيدا موضوع رفع السرية المصرفية، وهون يمكن واحد من النقاط اللي أخذت كتير نقاش هي كيف ممكن أنت تعيد الهيكلة المصارف من خلال رفع السرية المصرفية. اليوم بسبب الفجوة المالية الموجودة الكبيرة عندنا مشكلة، أنه نعرف أنه خسرنا مصاري ما حنقدر نرجعهم. السؤال مين اللي حيدفع هاي الخسائر بهذا الوقت؟ في كتير كلام على موضوع انه حيتحملوها المودعين بالمطلق او بدنا نحملها للدولة، وطبعا جماعة المصارف كلهم عم بيقولوا اليوم مسؤولية الدولة. نحن عم نجي نقول لا، تعالوا نرفع السرية المصرفية ونشوف، او نشوف نحن نعمل نوع من جردة للحسابات ونشوف مين هن المستحقين حقيقة
لأنه في نحن ناس مرتكبين، في ناس هربوا أموال، في ناس عاملين تبييض أموال إلى ما هنالك. هول نحن بنقدر من خلالهم نصغر كتير الفجوة، أوكي. ولكن بقانون السرية المصرفية لم يتم الموافقة على رفع السرية المصرفية مع الأسماء، مع الأسماء تبعهم. يعني أنت اليوم فيك تعرف كإحصائياً عدد الحسابات مثلا اللي هي فيها مثلا بتقول فوق مبلغ معين والا ما هنالك احصائيا، لكن ما فيك تعرف مين يعني. بس انت بتعرف مين، وهون اذا بدك ممكن مهم ينعرف حتى تقدر تتابع انت بينعمل كومبلاينس، يعني نوع من جردة او بينشاف مين اللي يعني عليه علامة استفهام حوالين حساباته، بيتدقق فيه ساعتها. لانه بالنهاية نحن اليوم المصاري اللي حتندفع، اللي حتندفع هي من أموال اللبنانية، من المال العام. فبدنا نشوف نحن من يستحق، أوكي. هذه اللي مثلا الأموال المشروعة وغير بالضبط. المشروعة يعني تماما، هذا كان صلب النقاش أو المقاربة اللي حكيت عنها لجنة حماية حقوق المودعين. هول الأموال أو الفجوة أو الأرقام الضخمة اللي موجودة كديون ممكن بكل بساطة يكون جزء منها غير موجود أو اعتباره غير موجود إذا ما تم تثبيت أنه هذه أموال غير مشروعة. صحيح. فالعبء بيصير بينزل العبء. وهذه في إلها كتير، يعني في إلها كتير نماذج وأمثلة متنوعة. شيء مثلا يعني في أنظمة سياسية حاطة مصاري، كانت في كتير كتير في كتير كتير أنواع بيحكى عنا. نحن ما فينا نتثبت من هالموضوع لأنه ما عنا وصول لهذه المعلومات، ولكن نعرف أنه في شيء من هالنوع موجود. اليوم واجبة كان رفع السرية المصرفية يساعد بهذا الموضوع حتى نقدر نحدد فعلا الفجوة اللي لازم لا مستحقين ترجع لهم أموالهم من خلاله. طيب سؤال أخير ب يعني قانون السرية المصرفية قبل ما أرجع أسألك، يعني حتى عن الدور أو المسؤولية يمكن أن تلقى على المؤسسات الدولية اللي هي صار جزء من يعني نقاشنا وجزء من كيف تتخذ القرارات، سواء عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركة التدقيق. هو لجماعة نحن طلبنا وراهم ونحن بدنا إياهم، بس هن صاروا جزء مؤثر على كيف يتخذ القرارات ربطا بما يطلبونه منا، وصار ضروري ينسأل أو ينطرع علامات استفهام حول ربما يعني كيف الصندوق بعده عم بيستمر بالتعاون مع سلطة سياسية لحديت هلأ أثبتت أن هي يعني تمارس كل أنواع المراوغة لعدم تطبيق هذه الشروط. بس بالسياسة هناك حاجة باستمرارية التعاون مع الصندوق لأسباب عديدة، بدي أرجع معك على هذا الموضوع. بس في شغلة مرتبطة بالسرية المصرفية، نحن نظام اقتصادي بنى أو تشكل منذ إقرار هذا القانون وصار جزء من هويتنا الاقتصادية والمالية هذا القانون. بعيدا عن كل الملاحظات وعن ربما رأي شخصي تمتلكه حول مفهوم السرية المصرفية، بس البلد أو الاقتصاد كان ليتحمل إلغاء هذا القانون بشكل مطلق؟ طبعا. يعني اليوم آدم خلينا، وهيدي قلناها وبالنقاشات بلجنة المال لما كنت بلجنة المال وبالهيئة العامة، إنه لما أقر هو بعتاد بالستينات، بالستة وخمسين أو بآخر الخمسينات تحديدا. صحيح. كان له هدف، كان له هدف إنه في كتير وقتها كان محاولات تأميم بالمنطقة، وفي رساميل من المصاري من البلدان المجاورة عم بدها تلاقي ملاذ آمن، وكانت السرية المصرفية هي نقطة جاذب بهذا الموضوع، وقدر يستفاد منها الاقتصاد اللبناني بهذيك المرحلة. هلا من وقت هذاك التاريخ لليوم الدنيا تغيرت، والمعايير العالمية بموضوع السرية المصرفية تغيرت كليا. التوجه أكثر هو لشفافية، التوجه أكثر لمواكبة المعايير العالمية بهذا المجال، ولكن لبنان ظل محافظ على هذه السرية المصرفية مثل ما هي من 70 سنة أو 50 سنة 60 سنة. فالسؤال كان والمصارف واللوبي تبعهم بالمجلس وباللجان كان عم دايما عم بيقول انه هذه انه المساس بالسرية المصرفية او تعديلها او الغاءها هو سبب الهوية. مش بس الهوية، هو بيقول لك انه حيأثر على قدرتنا على جذب الاستثمارات، بينما نحن بنقول بالعكس تمام. اليوم بطل يجي استثمارات الا الناس اللي بدها تهرب او تبيض اموال او اللي هي اموال يعني عليها علامات استفهام خلينا نقول،
هي اللي بتجي لهون، هي اللي صارت تجي لهون. هل نحن هذا الشيء اللي بدنا اياه، ولا بدنا نحن فعلا اقتصاد بقطاع مصرفي صحي شفاف مثل كل الكرة الأرضية يعني ما بيعملوا، وإله معايير عالمية معينة؟ هيدا برأينا لما بتوصل أنت لهذه المرحلة من الشفافية ومن الأداء المهني العالي المستوى، هون بقى أنت بتكون عم تجذب حقيقة مستثمرين جديين بيقدروا يساعدوا بتكوين الاقتصاد تبعك. أما اليوم الارتكان لقانون سري مصرفية بيقدر يجذب نوع معين من الأموال، ممكن يكون مدمر للاقتصاد تبعك. فإذا نحن بالعكس تماما نشوف استعادة الثقة بالاقتصاد بالقطاع المصرفي للاقتصاد اللبناني هو بتبني هذه المعايير العالمية الجديدة اللي بتأمن الشفافية وبتأمن المحاسبة وبتأمن المساواة بالفرص وإلى ما هنالك. هذه هي برأيي ممكن يكون ركيزة جديدة لنا ببناء اقتصادنا مثل ما بنريد بالمستقبل. بس كمان أنا في جزئية العلاقة بهذه المقاربة، أنه يعني لما نحن نكون صار جزء من هويتنا سواء رغبنا أو تعريف هويتنا، هلا هويتنا الماليه او الاقتصاديه، انه بمعنى انه انت يعني انا كنت أدج في عندك تمايز. انت اليوم انت عم بتحاول تقدم يعني تمايز بظل التنافس اللي بالمنطقه بقطاعك المصرفي، اوكي. بس بدنا ما نحن جربناها يعني شفنا النتيجه تبعها. نحن صرنا ملاذ لا تبييض الأموال ولا الفاسدين ولا الأموال المشبوهة. هذا كيف ممكن يعني كيف ممكن ينتفع منه الاقتصاد غير إذا ما حتى جاب كل علامات الاستفهام على القطاع المصرفي تبعك، واللي هو اليوم تحت علامات تحت تهديد كتير كبير، خلينا نقول شبه منهار. فهل نحن بنرجع منعيد هاي التجربة ومنعزز هاي الممارسة، ولا مننتقل لممارسة مختلفة بتأمن شفافية واقتصاد مستدام حسب المعايير العالمية؟ هذا السؤال. من هون نشيلنا من الهوية، لأن الهوية كتير صح يعني عنوان فضفاض يعني وشامل أكتر. بس أنا كنت عم بسألك هذا الشيء لأنه في من يطالب بأنه عدم حاجة أو ضرورة وجود هذه السرية المصرفية، ربطا بالظروف والأسباب اللي ذكرتها، أنه البلد تغير والعالم تغير وبالتالي الاقتصاد يجب أن يتأقلم مع هذه المتغيرات. بس لما أقول هوية، أنه هذا القانون حكم سلوكنا أو حكم سلوك جزء كتير كبير حتى من اللبنانيين، صح. بعيدا عن من يلجأ إلى تبييض الأموال أو استغلال هذا النظام، فتفجيره بشكل مطلق بعد هذه الفترة ممكن يكون له انعكاسات سلبية لدرجة بيعتبر البعض بأنه التعديلات ولو هي لم تكن كافية أو على حجم المستوى المطلوب يعني بالتعديلات الأخيرة، هو أمر إيجابي بالمرحلة الحالية، لأنه أنت ما فيك تفجرها كلياتها من أساس. أنا سألتك هذا السؤال انطلاقا من هيدي المقاربة. لا لك شغلي موضوع هون صار نقاش كمان بنقطة بموضوع القانون، بالموضوع المفعول الرجعي. مصارف كان بدها تحط مادة ضمن القانون تمنع المفعول الرجعي، علما انه ما في مفعول رجعي لهذا. هو الفكرة انه اليوم انت اذا بترفع السرية المصرفية عن حساب مثلا، حكما حتشوف الحركة تبع الحساب وحكما حتقدر تعرف المعلومات اللي بدك تعرفها تاريخيا. السؤال اذا كان في أفعال جرمية صايرة من قبل مغطاة بالسرية المصرفية، هون شو حيكون موقفك؟ وهون كان الخوف إنه حتبلش تنكشف أمور، وهذا اللي حكيناه قبل شوي، إنه بإطار تحديد الخسائر تبعنا نحن خلينا نكشف مين اللي كان مرتكب ومين اللي استفاد ومين اللي غطى ومين ومين ومين، لحتى نصغر هاي الفجوة ونصغر الأعباء على الدولة اللبنانية بهذا المحل أو على اللبنانيين وعلى الاقتصاد. فإذا نحن اليوم السؤال إذا نحن رفعنا السرية المصرفية، وهون الخوف عم يجي بالمقابل من شو حينكشف. نحن لا، رفعوا السرية المصرفية بالكل، في موضوع خصوصية المعلومات بينعمل لقانون لوحده، وفي له يعني في له فاونديشن، له قواعد موجودة اوريدي ببعض القوانين بالمجلس النيابي. بس خلينا نروح نحن على ممارسة شفافة وصحية بالقطاع المصرفي. نحن بدنا قطاع مصرفي صحي يخدم الاقتصاد، ما يصير عبء على الاقتصاد، ما يصير هو الاقتصاد يكون يقدر ياخذ يمتص الفائض من الاقتصاد الوطني ويرجع يوظفه باستثمارات ببنى تحتيه الى ما هنالك. هذا القطاع المصرفي الصحي اللي بيشتغل بدوله طبيعيه، مش يكون نموك مرتبط بحجم النمو، مش بيكون هو بس شغلته يدين الدوله، مش هيك يعني، او يدين طبقه معينه فاسده بالدوله يقدر تيجي تستفيد منه من خلال تشابك مصالح بين المصارف وبين مواقعهم ونفوذهم بالدولة كسياسيين.
هيدا نحن هيدا اللي بدنا نغيره، هيدا النموذج اللي بدنا نغيره، بدنا نروح على نموذج يخدم فعلا الاقتصاد الوطني. اخر سؤال بالاقتصاد بس ربطا بدور صندوق النقد، انت يعني حينما كنت عضو بلجنه المال والموازنه وايضا كنائب كان في عندك اجتماعات مع فريق الصندوق اللي اجى اكثر من مره، وباستثناء الملاحظات العلنيه اللي ابدا او اعلن عنها فيما يتعلق بقانون تعديل السريه المصرفيه واللي تحدث عنها واللي ادت فيما بعد الى تغيير صيغه القانون، بس هناك من يعتبر او هناك بعض من يعتبر بانه صار في مسؤولية أو حتى أسئلة يجب أن توجه إلى صندوق النقد بناء على الممارسة اللي صارت واضحة جدا، أنه في جماعة لما إجا الصندوق وقدم لهم هالمجموعة من الشروط اللي قد تؤدي إلى تفجير النموذج المالي اللي موجود بالبلد، صار بطل بدنية وصار تطلع شعارات مثل أنه مين هن يجي يقولوا لنا وشو بيعملون 3 مليار وإلى آخره، بس بنفس الوقت في استمرارية لتعاون هذه المؤسسة الدولية مثل ما في استمرارية لتعاون هذه المؤسسة مؤسسة التدقيق الجنائي أو شركة التدقيق الجنائي مع طرف واضح جدا أنه ما بده يتعاون أو على الأقل عنده قدرة على المراوغة. ما في أسئلة صار ضروري تنسأل لهذه المؤسسات الدولية أو الشركات اللي أنت بتلجأ لها عادة لتحقيق هدف معين بأنه أنت عم بتكفي وبالتالي عم بتضيفي مشروعية للنظام السياسي أو للسلطة السياسية اللي واضح جدا أنه ما بدها تتعاون معك، بس أنت عم تعطيها استمرارية بمجرد بقائك أو عدم إعلان رغبتي بالانسحاب لأنه ما في نتيجة وما في أمل منكم؟ شوف أدم، يعني هذا الموضوع إيه عم بيتم تسويق، وأنا مش بمعرض دافع عن صندوق النقد هون أبدا، مش بالضرورة إيه، ولكن خليني أقول أنه يمكن لأول مرة بتاريخ صندوق النقد بيكون الصندوق على يسار على يسار الحكومة بدولة متعسرة، أو يعني عادة بيكون في خوف من صندوق النقد أنه يكون هو مجحف بحق الشعب. اليوم صندوق النقد بموقعه قد ما كانت هاي الطبقة السياسية مجحفة وظالمة وسرقت الشعب، صندوق النقد وشروطه صار لمصلحة الشعب، وهذه يمكن مفارقة إذا بدك يمكن ما شاهدناها قبل. في تصوير، محاولة تصوير وكأنه صندوق النقد هو جاي بنوع من انتقاص من سيادة لقلنا نحن على ملفنا المالي. طبعا نحن لكون كتير واقعي بظل موازين القوى الحالية لا زالت السلطة السياسية قادرة تعمل اللي بدها إياه بالملف المالي، ولكن حاجتهم للتمويل بعد نفاذ أو تجفيف كافة الأموال اللبنانية بدهم مصاري من برا، وسائب أنه كل الدول اليوم مجتمع الدولي، الدول العربية، المؤسسات المانحة، المؤسسات الدولية كلها أخذ قرار ما تعطي دولار واحد لهذه للدولة إلا بختم السنة، إلا بعد ما يكون في إصلاحات. مين ما بتروح تسأله بيقول لك عملوا الإصلاحات وبتاخذوا مصاري. في إجماع أنه خلص هاي المنظومة لازم توقف عن هدر المال، خصوصا أخذت كتير مصاري، ولازم يتم إقرار الإصلاحات المالية واللي صارت مرتبطة بصندوق النقد. مشان هيك صندوق النقد اليوم هو محط أنظار الجميع وخلص، هو ثابت بهذا المحل. هلأ بتقلي إصراره أنه هو يطفي مشروعية، بالنهاية هذه مؤسسة دولية بدأت تتعامل مع counterpart أو جهة مقابلة إلى 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 صيغة رسمية، مين بده يجي يقعد معه؟ بالنهاية بدأت تتعامل مع هذه، بس الجيد أنه يضل مصر رغم كل المراوغات، لأنه ممكن بلحظة يقول لك أنه خي أنتم ما نكون جاهزين تعملوا برنامج معنا وينسحب، وساعتها ترجع المنظومة مع الأسف بظل أكد موازين القوى اللي هو طابش لجهة المنظومة السياسية اليوم حيقدروا يستفردوا فينا عن جديد ويقروا أو يستمروا بحالة المراوحة اللي بتدفع اللبنانيين، الشعب اللبناني والاقتصاد الوطني الكلفة الأكبر من تطفية الخسائر. فإذا لا، اليوم نحن بالوضع الحالي رغم كل شيء ممكن الواحد يقوله عن صندوق النقد، بالظروف الحالية وبالطلبات اللي عم يطلبها، هذه الطلبات هي لمصلحة الشعب اللبناني، ولازم نحن ندفش باتجاه الحصول على برنامج من صندوق النقد. طيب لنفوت شوي بالسياسة والدور يعني المرتبط بنواب تكتل أو قوى التغيير، يعني الكثير من الإشكالات التي حصلت بالآونة الأخيرة، بس رح أبدأ معك بالسؤال حول في أمال كبيرة علقت على من على الوافدين الجدد إلى هذا المجلس،
تم إطلاق تسمية نواب التغييريين ربطا بالشعار الذي حمل قبل الانتخابات، وبلشت يعني موجة الأمل المرتبطة بهذا الدخول تخف تدريجيا بالتوازي مع تضخيم متعمد من قبل الموجودين صحيح. أصلا بالمجلس، بس ما بيلغي أبدا أنه ما بعرف إذا السؤال صار مطروح حتى ضمن يعني ضمن التكتل أو ضمن دوائركم، أنه في ضرورة للسؤال حول فعالية أو الدور اللي ممكن يلعبه هذا التكتل باللعبة السياسية الكبرى. رح بلش معك انطلاقا مما حصل مؤخرا بالنقاش الرئاسي الانتخابي. بفترة من الفترات نواب تكتل التغيير ألقي اللوم عليهم أنه أنتوا اللي عم بتخلوا يوصل رئيس جمهورية، لأنه عم تاخدوا موقف مغاير لتكتلات موجودة أصلا. اليوم صرنا بنقاش حول أنه إمكانية عقد صفقة سياسية أو تسوية سياسية تؤدي إلى وصول سليمان فرنجي لرئاس الجمهورية مقابل القبول باسم عم ينحكى بنواف سلام لرئاسة الحكومة، وكأنه صحب البساط كليا من تحت أي مبادرة يمكن أن تقوم فيها يقوم فيها هذا التكتل واللي سبق ويطرحه. ما في ضرورة بلش واحد يسأل أنه أمام هذا المشهد اللي اصطدمنا فيه بالمجلس، طيب نحن شو بنعمل أو شو بنقدر نأثر؟ بعتقد أنت يعني طرحت الموضوع وطرحت مباشرة جواب عليه. يعني أنت لما تجي اليوم بالسياق اللي كان ماشي، حطوا مسؤولية علينا وضخموا الأعباء والأمال حتى طبعا اللبنانيين، علما أنه نحن بالانتخابات النيابية كنا واضحين مسؤولية تتحملونا أيضا، يعني أيضا النواب الذين تم انتخابهم. نحن نحمل مسؤولية، منا خارجين عن المسائلة أبدا، وما حنجي نقول ما خلونا أو خلونا، نحن حنجي نقول. ومثل ما قلت أنا بالانتخابات النيابية تحديدا، نحن يا جماعة حنوصل أقلية على مجلس النواب، تأثيرنا من داخل المؤسسة رح يكون محدود من ناحية الإنجاز، إنه والله نجي نقول نحن قادرين نغير معادلات، قادرين نقلب معادلات، قادرين نغير وجهة سياسية معينة. اليوم بعتقد أمر مستبعد، لأنه أنت بالنهاية 13 في 115 نائب مقابلك، فإذا رفع السقف توقعات من النواب التغييريين كان برأيي منه بريء. أوكي نحن منقدر حنشتغل، ولكن منه بريء من قبل من رفع سقف طبعا، لأنه نحن اليوم واضح أنه حجم التكتل هو حجم لا بأس به، ولكنه ليس غالبية، وقلناها بالانتخابات قبل بالانتخابات النيابية من ضمن النقاشات، أنه نحن حندخل على مجلس نيابي، حندخل أقلية، حنعمل شغل بالمؤسسة، ولكن طبعا المؤسسة ممسوكة كليا من المنظومة السياسية. شو حنقدر نعمل؟ ليه فايتين؟ حنجي نقول نحن حنقدم نموذج بالعمل السياسي مختلف، حنقدم أداء بالملفات مختلف، حندافع عن مصالح الناس، حنعلي الصوت، حنكشف شو عم بيصير جوا، وبنفس الوقت بمسار موازي حنكون عم نشتغل من ضمن المشروعية اللي أخذناها خارج مجلس النيابة، حنجي نحكي مع الناس، حنعمل حيثيات برا، حنعمل تنظيم، وهيدا التنظيم اللي ممكن بعدين يكبر هو اللي مؤهل، هو يصارع مع المنظومة السياسية ويقدر يفرض شروط معينة. مش بس النواب اليوم في موازين قوى، بتذكر ب 17 تشرين المرة الوحيدة اللي كانت المنظومة جاهزة تقعد على الطاولة من بعد ما سقطت حكومة الرئيس الحريري كان ب 17 تشرين، لأنه كان في حالة شعبية جدية على الأرض عم بتطالب بتغيير معين، كانوا عم يجي يقولوا تعالوا نقعد على الطاولة نتفاهم. فإذا موازين القوى هيك بتنوصف، هيك بتتحضر، وبالتالي نحن كنواب وكقيادات، نواب عندها مشروعية شعبية بتتحول لقيادات محلية، بتقدر بالممارسة وبالتواصل مع الناس تخلق هاي التنظيمات لحتى تعيد التوازن أو تحسن من مرتكزات القوة بمواجهة المنظومة. هيدا الدور اللي نحن لازم نكون عم نلعبه. ما رفع سقف التوقعات بهذا المحل بعتقد بنية سيئة، ممكن أنه حتى يفشلوا التجربة، أنه أنت على السقف عارفين ما حتقدر توصل لهذا المستوى إن كان بالإنجاز أو إن كان بالأداء، حتى تجي تقول هاي تجربة فاشلة وهي كنت جربته، وبالتالي تسقط أنت كل خلفياتها السياسية اللي انطلقت منها 17 تشرين. تعتبر عدد من أعضاء التكتل كان على دراية بهذه المقاربة واستخدمها مش بالضرورة يعني لسوء تقدير، إنما كان الهدف برفع السقف هو فقط للوصول، وبعد الوصول أنا بنسج تحالفات الخاصة وشبكة علاقات الخاصة لكي أستمر في هذا الموقع. بعتقد هذا يعني
انا قلت لك عدد وما فت لك بالتسميات كرمال ما يكون في لا المقاربه هي، لانه انا سالت عن الموضوع هذا عده مرات، وانا برايي انه في يعني بده يكون في اعتراف اول شيء انه خي شو هو، او تحديد شو منتظر منا نحن. اذا منتظر فقط الانجاز بس كثير صعب تبيع العالم حقيقه، العالم تشتري اوهام يعني، بمعنى يعني ايه يعني نحن اذا في ممارسه لازم نكون عم نعملها غير هي الصدق مع الناس، انه يا جماعه نحن هيدا اللي قادرين نعمله وهيدا ما قادرين نعمله. وبرجع باكد انه نحن بالانتخابات النيابيه وانا شخصيا بالنقاشاتين كنت واضح جدا بهذا الموضوع، لانه كان اكثر شيء خوفنا انه يرتفع سقف امال الناس ونحن نكون سبب باحباط، هيدا كان اخطر شيء. حاولنا نحن نظهر قدر المستطاع انه يا جماعه نحن جايين بسياق بناء طويل المدى، ما حدا حيجي اليوم يقدر يقلب موازين قوى بلحظة واحدة قدام منظومة مشرشة بالبلد عند أدواتها الإعلامية والسياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، حتى تقدر أنت بلحظة واحدة تقبع كل هيدا وتغيره، هذا مستحيل. ولكن بتغيره لما بتقدر أنت تبني بديل بالمقابل، بديل واضح المشروع، واضح المعالم السياسية، واضح كيف هو نقيض لهداك المشروع الثاني، وتحاول تفرجي من ممارسته انه ممارستك بالسياسة وتقنع الناس بهذا المشروع، وتدريجيا تقدر تغير بموازين القوى. اما اليوم التصور انه ايه فينا بلحظة معينة نحن نجي نقلب الدنيا، هذا مش واقعي. وانا كنت على الاقل انا شخصيا واضح بهذا الموضوع من وقت الانتخابات النيابية. فاذا بنرجع بنقول انه ايه في ناس متوقع انه كانت يمكن تعمل نوع من انجاز معين، انا برأيي سوء تقدير للسؤالية، سوء تقدير بمحل تقدر اخيه وملموس يعني. شو يعني اليوم كنت عم بتقول اول شيء انه كان في تعويل على دورنا نحن بموضوع الاستحقاق الرئاسي، واتضح وكنا نقوله اخي في 115 نائب برا، هن نص بيقدر 40 43 واحد بيقدر يعطل الجلسة، وهذا اللي كان عم بيصير. وكان محاولة لصق إذا بدك عدم الإنجاز بهذا الاستحقاق بالنواب التغيير هو للتعمية على شو عم بصير من تحضير لصفقات. هيدا الحقيقة أنه نحن اليوم استحقاق جامد، ستاتوس كو واقف، الكل ناطر التسوية اللي بدها تصير وهلأ بلشت تظهر. طيب أنا شو دوري، أنا شو دوري في هذه التسوية؟ خليني أسألك هيدا يعني ربطا بالأسماء الأكثر، الاسمين الأكثر يعني. نحن منا جزء من التسوية، نحن كمعارضة خلينا نكون، أنتوا جزء، أنتوا رايحين باتجاه معارضة، منا مضطرين أبدا نكون جزء من نفس الممارسة اللي وصلت ميشيل عون قبل مرة. نحن قلنا قبل هيك التسويات والسياق اللي كان عم ينحط حتى هلا بالانتخابات، بالانتخابات الرئاسية حيوصل لتسوية بتذكرني انا تحديدا باتفاق مع راب طب في بدي اسالك سؤال بطريقه مختلفه، وهذا لا يلغي دور المعارضه او صفه المعارضه على هذا التكتل، بس لانك عم تحكي بواقعيه سياسيه وبموازين قوى، انه يا جماعه نحن 13 نائب مقابل 115 نائب، في عندنا محدوديه بقدره التصرف، وبالتالي في تاثير بالتاثير عفوا، وبالتالي في اخطبوط شبكه عنكبوتيه من المصالح المشلشه بقلب البرلمان، هناك صعوبه جدا او وقت طويل جدا لمحاربتها او مقارعتها. في اسمين مطروحين هلا الاكثر تداولا، سليمان فرنجي وميشيل معوض، ما راح اسالك برايك باثنين لانه يعني باكثر من تصريح صحفي اوضحت هذه المساله، بس المعارضه بتقدر تعمل مش صفقه، المعارضه بتقدر تعمل يعني مطالبه انه انا عندي مجموعه من العناوين في حال الالتزام والتعهد بهن فيهم بشكل رسمي انا ممكن ان امنح اصواتي دون ان 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 تطلق صفه الصفقه او دخولك بتسويه. هذا الشيء لمن عمل، هيدا منطق المبادره الرئاسيه اللي طلقنا فيه تحديدا. يعني نحن كنا استباقا لهيدا الوضع اللي واصلين له نحن، وشايفين انه نحن رايحين على تعطيل صفقه بالمقابل، لانه كان العدد الأعداد أو إذا بدك التكتلات وتوزيع مجلس النواب واضح لأنه. فإذا أنت بتوقف على جنب وبتتفرج، لا عملنا نحن المبادرة الرئاسية، قدمتوا مواصفات لأشخاص ربما غير موجودين، غير مش غير موجودين، ربما يعني لا يمتلكون الحد الأدنى من الحظ يعني مقارنة بالواقع السياسي اللي موجود. أو شو فيك تعمل يعني اليوم أنت
بتحط معايير، بتحط أسماء مرشحين برأينا بيعكسوا هذه المواصفات، ولو إن ما بيعبروا يمكن بالمية مية عن هويتك السياسية، ولكن انطلاقا من فكرة أنه أنت بدك تلعب دور. أنتوا هويات سياسية على كل حال في هذا التكتل، ما بتشبهوا كلياتكم بعضكم؟ لا هذا بحث ثاني، بس أنه بالمجمل كحالة تغييرية في عندها نظرة ورؤية كيف لازم يكون هذا الشخص اللي يستلم موقع رئاسة الأولى، وبنفس الوقت كيف بده يمارس صلاحياته وكيف بده يقارب بعض الملفات. ايه نحن عنا رؤية وحطيناها بالمبادرة الرئاسية، ونحن يعني قابلنا كل الكتل من منطلق كتير واقعي، انه هو الكتل اللي بدها تصوت بالنهاية. تعالوا يا جماعة نشوف اذا فينا نحن نقلع هيدا الاستحقاق بالوقت المناسب قبل ما نوصل لحد الفراغ اللي وصلنا له. ولكن مع الأسف طبعا ما كان في تجاوب، كل جهة لحساباتها يعني، مش ولا حتى بمحلات طلب ونقاش. فإذا الكل منتظر كان عن سابق إصرار وترصد هاي اللحظة اللي واصلين لها، لأنه الكل بده حصة، والكل بده مكتسبات معينة، والكل بده شروط، والكل بده تطمينات. يعني تعرف كل واحد بده شيء من هذا الاستحقاق حتى يجي يحط صوته، أو على الأقل حتى يأمن حضوره. مع الأسف صار كمان بالجلسات، اللي هي كمان مشكلة تانية اليوم، استعمال هذا السلاح التعطيل لتقدر تفرض شروط سياسية معينة كمان استحقاق، هذا برأيي مشكلة كمان. فنحن بادرنا بالمبادرة الرئاسية لأنه عارفينين كنا واصلين لهون، وحطينا مواصفات حتى ما نكون على واقفين على جنب. ولكن مع الأسف نحن ما فينا نجي نفرض على القوى السياسية شو لازم تعمل. نحن ولكن نحن قدرنا ظهرنا مواقفها الحقيقية. اليوم ما حدا كان بده يشارك، ما حدا بده اليوم يقلع هذا الاستحقاق، وهذا ظهر إذا بدك من خلال بعد اليوم في مرشحين بعدها بتلعب انه نحن ما ترشحنا، منا المرشح الرسمي نحن، انه هالقد الموضوع ما في شفافية. فخلي الشعب اللبناني يعرف كيف ممارسات هاي الكتل النيابية، وكيف انه هي فعلا ناطرة كلمة سر او تسوية خارجية. اليوم اصبحت اقوى بسبب حالة الحاجة او التعطيل الكبير، يعني لو وصلنا له الديد لوك، يعني نحن وصلنا مرحلة في جمود كامل بهذا الاستحقاق. حتى لو عم نعمل جلسات كل اسبوع ويرجع نطلع نفس الارقام بالزايد واحد بالناقص واحد لكل مرشح يعني، ولكن استحقاق واقف. فاذا كيف بده يتفكفك هاي الكربجة؟ بدها تكون ناطرة كل واحد، لانه نعرف نحن الارتباطات بالمحاور الاقليمية وإلى هنالك، حيكون في نوع بلحظة معينة من تسوية ينفرض فيها رئيس تلاقي كل الناس نزلت صوتت. وفي حال حصل هذا الشيء القوى يعني تكتل قوى نواب التغيير بيكونوا بقيوا على يعني على مبدأهم بالمبادرة الرئاسية، ولكن فقدوا أي قدرة تأثير بهذا الاستحقاق الكبير، بس بيقدروا بيطلعوا يقولوا للعالم نحن ما ساومنا، نحن لم نعقد أي صفقة. يعني الوقت البديل عنه ممكن أنه أنا اشترطت، وفي حال منحت صوتي لهذا المرشح الذي قد لا تنطبق عليه المواصفات اللي موجودة بالمبادرة، ولكن أنا التزمت معه بناء على التزامه بهذه الشروط المسبقة، وفي حال أخل فيها هو هذا يعفيني من أي مسؤولية أو تهمة أنه أنا عملت صفقة مع رجل سياسي له علاقة بالمنظومة. هيدي يعني السياسي كمان. هلأ شوف يعني الموافقة على بعض الشروط فقط هيك كمان شوي فيها بس تبسيط. يعني نحن إذا أنت بدك تكون جدي عندك شروط وعندك مواصفات، المرشح أو المرشحة لازم يكون عنده تاريخ سياسي على الأقل بتجانس مع هيدا الشيء، مش أنه بيكون هو بمحل وبيجي كرميل استحقاق بقول لك بمضيلك أنا تكرم عينك بعطيك موافقة على هالمواصفات أو على هالبرنامج وأنا ماشي معك. لا ما هيك، يعني في حد أدنى من منطق لما بدك تتعامل مع مرشحين لهذا الموقع. أنت بتعرف تاريخهم، مشان هيك يعني واحدة من الأشياء أنه ما في يعني يكون كمان شخصية كليا مش واضحة هويتها السياسية. فبهالمجال تقدر أنت تحدد حد أدنى من معايير، وبعدين إذا في تفاصيل معينة تطلب منه للمرشح يلتزم فيها وساعتها. بس ما فيك تيجي تقول أنه حيالله حدا يوم بيجي بيمسك ورقة المبادرة بيعطيك موافقة عليها أنه خلص أنت بتمشي معه. هلأ إذا أنت بتعتبر أنه هيدا النوع من انعدام تأثير، أنا بعتبر لا. يعني المبادرة الرئيسية كانت جزء من نقاش كتير كبير من البلد لفترة طويلة، وفتحت الملف على الرأي العام،
وحطت امور بنصابها وكشفت مواقف بعض الكتل، وهلا بعدها انا برايي لما بترجع بتقارن بين لما اطلقنا المبادره وبين اليوم، فعلا كل الكلام كان فيه من قبل كثير من الكتل السياسيه تضليل ومراوغه والى ما هنالك، لا وصول لهي اللحظه. اليوم مسؤوليه اللبنانيين يتذكروا بعد 4 سنين او 3 سنين ونص بالاستحقاق الانتخاب النيابي شو صار بهذا الاستحقاق، كيف تصرفت الكتل النيابيه اللي انتخبوها، لانه هيدا كمان جزء من مسؤوليتنا نحن بعمليه المحاسبه بالانتخابات. سؤال اخير وسريع، هل قدره او تاثير نواب التغيير قد تكون او صار ممكن تكون اكثر تاثيرا في حال كانت مستقله او فرديه على انه تكون ضمن تكتل موحد؟ هلا بعد كل شيء صار من يعني خروج النائب ميشيل دوي ثم عودته وايضا تمرد بين مزدوجين النائب وضاح الصادق، هل واللي صار معك بلجنه المال والموازنه والخلاف اللي صار مع النائب مارك ضو، هل القوه يعني امرار بيقولوا في الاتحاد قوه بس امرار في الافتراق تحرر؟ لك ولا شك انه بالاتحاد قوه، يعني هذا مبدا مزبوط. المهم انه يكون في التجانس السياسي اللازم حتى تقدر تأمن نوع من يعني وحدة او بعده موجود ولا عم بيتم تلزيقه عمدا خوفا من انه تكسر هذا التكتل قد يكون له انعكاسات رمزية اسوأ بكتير من بقائه بهذه الصيغة؟ في نقاش مفتوح خلينا نقول هيك بعد، ولكن خلينا نرجع للسؤال اللي قلته اول شيء، ادم انه انت اليوم فعلا قدرتك على التاثير بطبيعه الحال لما بتكون عدد اكبر اكيد بتكون اكبر، ولكن بمكان ما كمان الجهد اللي عم ينحط للابقاء على التكتل لانه عم تحط وقت وطاقه انت عليه، لما بيكون في ظل تباعد سياسي بيكون اكبر بكثير، وهذا بياخذ كمان من مساحات اخرى من اهتمامك. فنحن كان بالفتره الماضيه كان عم ياخذ كثير منا جهد، هلا اليوم نحن بعد وبعتقد خصوصا من بعد ما اتضح معالم استحقاق الانتخابات الرئاسيه كيف حتتوجه، في ضروره انه نحن نكون عم نركز انا شخصيا على بيروت وعلى احتياجاتها والى ما هنالك. فبالاضافه للملفات السياسيه والاقتصاديه، المرحله الجاي هي بعد في مرحله بعتقد حتكون فيها يعني اعاده هيك قراءة للمرحلة السابقة ونشوف نحن كيف ممكن نرجع نقدم لقدام بشكل بس، ولكن مع يعني نقلة نوعية تكون انطلاقا من الدروس المستفادة اللي أخذناها، ما فيك تعيد نفس التجربة هي بذاتها. أوكي طلعنا نحن بالانتخابات 13 شخص، كان ممكن يكون 14 كان ممكن يكون 15، حطوا بإطار معين. اليوم بده يرجع نشاف انعاد النظر بشكله وإدارته وطريقة تجانسه السياسي أو وجهته السياسية، هيدا أساسي حتى نكون نحن كلنا على نفس الصفحة وعم نشتغل بظل التنوع بنفس الاتجاه على الأقل. النائب إبراهيم نايمني عضو تكتل نواب قوى التغيير حتى هذه اللحظة، ربطا بالنقاش اللي عم تحكي فيه أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة وعلى كل هذه المعلومات، وشكرا على وقتك. شكرا أدم. الشكر موصول إليكم مشاهدينا ونلتقي في حلقة مقبلة.